من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا تقليد في أصول الدين، لا تقليد في العقائد، أمور لا ترضي الطائفي والتكفيري من كل المذاهب، لكنها توافق واقع وسطية الدين والضمير والأخلاق. الحديث طويل عن المحسن بن أمير المؤمنين عليه السلام، فهو بين من ينكر وجوده أصلاً وبين من يقول بولادته ووفاته في حياة جده رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام، فإثبات كونه سقطاً يحتاج للكثير من المؤونة. وأكتفي ببعض الإشارات. البعض ينكر وجود المحسن. أليف: الشيخ المفيد رضي الله عنه يتبنى القول بعدم وجود المحسن، حيث قال في الإرشاد: أولاد أمير المؤمنين صلوات الله عليه 27 ولداً ذكراً وأنثى، الحسن والحسين وزينب الكبرى وزينب الصغرى أم كلثوم، أمهم فاطمة البتول سيدة نساء العالمين عليها السلام. باء: الواضح جداً أن مبنى المفيد رضي الله عنه النافي لوجود المحسن يبطل يقيناً دعوى الإجماع على وجوده. جيم: في آخر المطلب وبعد أن انتهى من ذكر جميع أولاد أمير المؤمنين عليه السلام، قال الشيخ المفيد رضي الله عنه: وفي الشيعة من يذكر أن فاطمة صلوات الله عليها أسقطت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولدا ذكرا كان سماه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم محسنا وهو حمل، وهذا يؤكد بطلان ادعاء الإجماع الشيعي على وجود المحسن. دال: إضافة لنفي الإجماع، فإن قوله وفي الشيعة من يذكر يدل بوضوح على قلة وضعف من يقول بوجود المحسن، بل لم ينسبه إلى عالم ولا يرتقي أن يكون رواية أصلا. هاء: بعد أن ثبت بطلان الإجماع على وجود المحسن، فإنه وبالأولوية القطعية يثبت بطلان الإجماع على إسقاط المحسن. واو! الأولى من كل ذلك يثبت بطلان الإجماع على إسقاطه في حادثة بيت الزهراء عليها السلام. زاي: في تضعيف وتوهين القول والقائلين بوجود المحسن، لم يكتف الشيخ المفيد بالقول وفي الشيعة من يذكر، بل زاد عليه فعلى قول هذه الطائفة، وهو تأكيد على الضعف والوهن الذي لا يرتقي لرأي محترم ولا لرواية ولو ضعيفة تستحق الذكر أو الإشارة. قال: أولاد أمير المؤمنين صلوات الله عليه 27 ولدا ذكرا وأنثى، وبعد أن ذكر أسماء الجميع وبعض ما يتعلق بهم قال: وفي الشيعة من يذكر أن فاطمة صلوات الله عليها أسقطت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولدا ذكرا كان سماه رسول الله عليه السلام محسنا وهو حمل. فعلى قول هذه الطائفة أولاد أمير المؤمنين عليه السلام 28. حاء: على مبنى شيخ المفيد بضعف ووهن القول بوجود المحسن، فإنه وبالأولوية القطعية يثبت ضعف ووهن القول بإسقاط المحسن، سواء كان في حادثة بيت الزهراء عليه السلام أو قبل ذلك. طاء: على مبنى شيخ المفيد رضي الله عنه في نفي وجود المحسن، فإنه يبطل وينتفي وجود الإسقاط للمحسن، لا في حادثة بيت فاطمة عليه الصلاة والسلام ولا قبل ذلك، فتكون القضية من السالبة بانتفاء موضوعها وإثارة العواطف بها تعني التغرير والخرافة. وللكلام بقية: الصرخي الحسني.